أحييكم أصدقائي، يسعد أوقاتكم أينما كنتم من العاصمة النرويج، مملكة النرويج أوسلو. أحييكم من مدينة أوسلو في مملكة النرويج. أصدقائي الأعزاء، يسعد أوقاتكم جميعا أينما كنتم. طبعا هي المحطة الرئيسية، محطة القطارات في وسط العاصمة أوسلو. هاي المحطة الرئيسية، طبعا إلى عدة بوابات، هاي من ضمن البوابات. تعتبر هذه الساحة من أجمل الساحات في مدينة أوسلو، تسمى بساحة النمر، يتوسطها تمثال للنمر. أي ساحة النمر والتمثال اتجاهي مباشرة. أحييكم أصدقائي من مدينة أوسلو النرويجية. من العاصمة الدنماركية أوسلو، أحييكم، يسعد أوقاتكم جميعا أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركة. أنا من داخل محطة القطارات الرئيسية في مدينة أوسلو.
هاي مطرقة. طبعا هاي كما ذكرنا هاي ساحة النمر، ومباشرة شارع كار، هو شارع رئيسي، شارع للتسوق، في محلات من ضمن الماركات العالمية، ونهايته القصر الملكي. نهاية الشارع بيجي القصر الملكي. طبعا المحل الورود بداخل محطة القطار، ورود جميلة. طبعا أصدقائي هذه الصور تأتيكم من مدينة أوسلو. طبعا هاي الصور من داخل محطة القطارات الرئيسية، يعني لحتى هاللحظة عم نصور بداخل المحطة، مجموعة محلات وكافتريات. طبعا الأجواء اليوم أجواء ماطرة،
درجات الحرارة منخفضة في مدينة أوسلو. طبعا هالبناء الجميل هذا هو دار الأوبرا في مدينة أوسلو، من أجمل المباني في مدينة أوسلو. أحد الطيور النوراس.
طبعا يعتبر هذا خليج أوسلو. امتداد إلى بحر الشمال. هي الميناء الرئيسي، المرفأ التجاري لمدينة أوسلو. طبعا هذا المدرب عم يشرح لهم كيفية الركوب وكيفية عملية التوازن. إحنا سفن القراصنة في مملكة النرويج. قديما كانت هذه القوارب ملك القراصنة. طبعا درجات الحرارة منخفضة جدا جدا في مدينة أوسلو، وأمطار غزيرة. Gå litt nærmere da, hvis han skal prate. Kanskje? Okay.